السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيرتي، أكيد طبعا على قناة روتانا الخليجية. أهلا وسهلا يا غزل ويا رأى. أهلا عبير وأهلا أهلا غزل، أكيد أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. بالطبع طبعا إحنا عارفين قد إيه زي ما الكل بيقول مؤخرا، وطبعا ولي العهد قالها إنه فينا فزعة، عارفين قد إيه فينا فزعة، وإحنا الشعب عطوف أكيد وحنون ونحب الناس، نحب نساعد، نحب عمل الخير، نحب ندور نبحث عن الإنسانية والعمل الإنساني في كل مكان. أكيد. المرة الأولى السعوديات بيشاركوا في حملة الإغاثة في بنغلاديش للاجئي الروهينجا، طبعا ضمن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة. يعني إحنا جدا فخورين فيكم، وأنا عن نفسي أحسدكم شخصيا لاغتنامكم هذه الفرصة في فعل عمل إنساني بحت. فعلا شيء حلو انه احنا نفكر في غيرنا ونرسم الابتسامه على وجيه الاخرين، يعني هذا شيء جدا رائع منكم. يعني بالذات مسلمين الروهينجا عبير، زي ما احنا نعرف انه من الناس اللي جدا 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 مستضعفين، صح، جدا بيمارس عليهم قمع واذى لمجرد انهم مسلمين، صح، للاسف الشديد. صح. فكون انه في فتيات سعوديات بيشاركوا في حمله زي كده، هذا معناته انه فعلا هم محتاجين المساعده دي ومحتاجين الاغاثه دي، والله يرفع عنهم وعن بقيه المسلمين يا رب. صح. امين. يعني الدور اللي يقوم فيه مركز الملك سلمان للاغاثه دور جدا مهم، ونشكره مهما شكرناه ما راح نقدر نوفي له حقه. بس اكيد معنا اتصال هاتفي من الدكتوره حصه الغدير، مستشاره معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. اهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يعني دكتورة حصة، إحنا جدا فخورين فيكم في هذا العمل الرائع اللي بتقوموا فيه. مركز الملك سلمان يعني معروف في الأشياء اللي بيسويها والأعمال والأدوار اللي بيسويها في خدمة الإنسان والإنسانية، لكن هذا الشيء مرة حلو بحكم كان في سيدات سعوديات، يعني دور المرأة السعودية الآن اختلف، إيش كان دورهم في هذه الحملة؟ طبعا في البداية أودي شكري لقناة روتانا الخليجية على تسليط الضوء على مشاركة المرأة السعودية، نعتبر القناة شريك استراتيجي لتسليط الضوء على جهود المركز. طبعا أتفق معكم، دور المرأة السعودية لابد أن تتخطى الحدود المحلية. رؤية المملكة كانت جدا واضحة، تمثل المرأة عنصرا مهما من عناصر القوة في المجتمع. رؤية المملكة حددت بشكل واضح محورين أساسيين لتمكين المرأة السعودية: استثمار طاقات المرأة وقدراتها، وتنمية مواهبها للمساهمة في صنع مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. إذا كانت المرأة السعودية تشكل 50% من إجمالي مخرجات التعليم الجامعي، فأعتقد هذه النسبة تمثل جيل واعي وواعد من كثيرات الطموحات، مثل ما تفضلتوا في بداية هذا التقرير، جيل مؤهل وقادر بكل ثقة على ترجمة 2030 التي تقدمها رؤية المملكة لتنمية المجتمع محليا، وأيضا تمثيل الوطن بشكل يليق بدوره القيادي على المستوى الإقليمي والدولي. في إيش تمثل دور الفتيات في هذه الحملة دكتورة حسن؟ نعم، انطلاقا من دعم القيادة الحكيمة وتماشيا مع رؤية المملكة، فعل المركز من خلال هذه المبادرة وتحت إشراف ومتابعة من قبل معالي المشرف العام دكتور عبد الله ربيع عبد الله، على تمكين المرأة السعودية في ممارسة العمل الإنساني في ميدان الإغاثة خارج حدود المملكة. طبعا التجربة تمثل وتجسد التعامل السمح بديننا الإسلامي، تمثل هويتنا وثقافتنا في مساعدة المحتاجين في كل مكان. المركز منذ بداية نشأته من 3 سنوات وهو يولي اهتمام كبير للمشاريع التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً اللي هم النساء والأطفال. نفذ المركز أكثر من 230 مشروع في أقل من 3 سنوات. المبادرة باختصار شديد كمسار رافد ومكمل لضمان تحقيق هذه المشاريع لأهدافها الاستراتيجية وإشراف على جودة مخرجاتها من قبل منسوبات من المركز مؤهلات. طبعا الحملة كانت بقيادة معالي المشرف العام دكتور عبد الله ربيع عبد الله، شارك فيها منسوبي المركز أوجه لهم الشكر الجزيل على يعني دعمهم في هذه الحملة، ومثلوا إدارة عمليات البرامج والإغاثة العاجلة والمساعدة الطبية البيئية. المبادرة الإنسانية للمرأة السعودية باختصار شديد تستهدف تلمس احتياجات المرأة
والأم والطفل من خيمات اللاجئين في بنجلاديش. كلنا نعلم مدى صعوبة الظروف المعيشية التي تعيشها قبيلة الروهينيا الذين تعرضوا للتطهير العرقي والتهجير والتشويه والتعذيب. المشروع هو عبارة عن برنامج. متى بدأتوا دكتورة حصة؟ متى بدأتوا برنامج حملة إغاثة الروهينجا لاجئي الروهينجا؟ طبعا التزامنت حملة الإغاثة المركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية مع انطلاق الأجل الإنسانية الخاصة في 2017. طبعا كعادة المملكة العربية السعودية والسباقة دائما تلبية النداء، كانت توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تقديم مساعدات إغاثية للإنسان العاجلة. تم تخصيص أكثر من 20 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة العاجلة عبر 10 مشاريع متنوعة خدمنا فيها الصحة والأمن الغذائي والإيواء والسعادة المفكر والإصحاح البيئي، بدون تجاوز حتى الآن أكثر من 11 مليون دولار. جميل. بلغ عدد المستفيدين أكثر من 400,000 لاجئ. طبعا كانت هذه الأعمال الإنسانية بشراكة مع منظمات عالمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الهجرة الدولية والمفوضية الثانية لشؤون اللاجئين. أعتقد هذه فرصة لأنها نطلق مناشدة لجميع الدول المحبة للسلام لدعم قضية لاجئي الروهينجا وتضامن ومساندتهم للعودة إلى ديارهم بسلام إن شاء الله. نعم دكتورة حصة، نعرف أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أهمية دور المملكة العربية السعودية إنها من بين أكثر دول يعني قامت بمنح ومساعدات إنسانية سواء كانت للروهينجا أو لغيرها كثير من المساعدات حول العالم، لكن نشوف أنه هناك في تقصير إعلامي حول هذا الدور، صحيح؟ إذا رجعنا للتاريخ طرعت المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بنجح دور الدعم والمساندة للدول المحتاجة. فعلا أتفق معك، دور المملكة في الجهود الإنسانية هو دور تاريخي راسخ وثابت. تم بتوجيهات كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إنشاء مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية في عام 2015 حتى يتم توحيد وتطبيق وتوثيق جهود المملكة لمبادرات الإنسانية والإغاثية الضخمة بكل احتياجية. نعم المملكة تعتبر من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية والإنسانية وأيضا السماوية عالميا، يشهد المجتمع الدولي هذه الجهود تطبيقها باستمرار التي تقوم بها المملكة. يطبق المركز مبدأ الشفافية والحيادية في إعلان بياناته، لدينا تقارير إحصائية مثل ما تفضلت في المشاريع الإضافية والإنسانية بشكل شهري. هي كذلك معتمدة من قبل شركاء المركز الاستراتيجيين، المؤسسات الأممية والهيئات الإغاثية والدولية، هي جهات موثوقة تعمل جنب إلى جنب إلى المركز مع المركز. حضور المملكة في مشهد الإنساني العالمي عزيزتي مستمر وبارز جدا. ليس من الصعب على وسائل الإعلام العالمية التي تلتزم بالحيادية تعرف على هذا الدور الريادي وفهم لغة الأرقام. ليس هناك اعتقاد أيضا أن هناك أي مجال للإخفاق في تقدير أهمية هذه المشاريع الإغاثية على أرض الواقع أو حتى قياس أثرها على المستفيدين في شتى دول العالم المنكوبة. نعم أكيد. دكتورة حصة الغدير مستشارة معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرا لك وشكرا لكل سيدة سعودية ساعدت وساهمت في مساعدة الأقلية في روهينجا، شكرا جزيلا لكم. يعني أتمنى أنه فعلا إحنا كإعلام نسلط الضوء فعلا على أقلية الروهينجا لأنه بيتعرضوا فعلا لتعنيف وتعذيب مرة كبير. يمكن احنا مركز الملك سلمان بنسمع انه بيساعد الكثير من المنكوبين واللاجئين سواء في سوريا او في اليمن او حتى في الروهينجا، لكن فعلا الاعلام ما قصر في حق الروهينجا تحديدا لانها اقليه، فريت نسلط الضوء عليها بشكل اكبر. نروح لخبرنا